بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، عليهم أفضل الصلاة والتسليم. حبيت أصور لنا مقطع قصير أساس ما نقطع وياكم، نوريكم الجديد المحمية. طبعا لما قلت لكم أنا حطيت كاميرا عشان أتابع الطيور، أنا لاحظت أن الزيبرا من كبرة الفروخ ما حق مثل العشوش صاروا ينامون في عشوش ثانية، فزوت هالعش وزوت هذا وزوت هذا، هذا ثلاثة الآن، وزوت هذا اثنين على أساس أول كانوا ينامون مع الحمام الملكي هنا العش، هذا الحمام الملكي هنا لو شايفين الذيل، هذه الأنثى على البيض، هذا الأنثى الثانية هنا في العش الأصفر. فقلت أزود العشوش، جبت سبعة وأضفت خمسة، اثنين باقي، الاثنين اللي باقي راح أسوي فيهم بالطريقة هذه، أحط خشبة وأحطهم هنا في المنطقة هذه الفاضية، نفسها هالطريقة. طبعا الأزوج اللي هو هذا وهذا، هذه العشين الأمهات طايرين يدورون على عشوش جديدة، فبعد فرصة أنهم يلاقون عشوش جديدة. في واحد منهم يبني هنا في هذا الرصاص اللي فوق، واحد كأنه يجي هنا يجي في هذا، فزود خمسة عشوش إن شاء الله ما كفاية، واثنين يمكن بعد يومين ثلاثة راح أزودهم الباقي. أرجو منكم الاشتراك في القناة، سووا لنا لايك عشان يصير عندنا تحفيز المواصلة. يعطيكم العافية، في أمان الله.